أكدت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلماني الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أكدت أهمية المواصلة بعزم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خصوصا مع حلول عيد الأضحى المبارك، داعية إلى الابتعاد عن التجمعات العائلية والمعايدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بمناسبة عيد الأضحى السعيد، أتمنى من الجميع الالتزام ومواصلة بإصرار وعزم على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي من شأنها أن تقلل من زيادة عدد الحالات من كوفيد-19، وإن شاء الله ما يتكرر بزيادة عدد الحالات مثل ما حصل بعد عيد الفطر المبارك حيث تزايدت عدد الحالات بسبب التجمعات العائلية. نتمنى من الجميع الالتزام بالتجمعات والمعايدة في نطاق الأسرة الواحدة، الالتزام بلبس الكمامات، عدم الخروج إلا الضرورة، المحاسبة على من يعيشون معنا من كبار السن وأصحاب الأمراض الكامنة حتى نصل جميعنا إلى بر الأمان وتقليل عدد الحالات وحفاظا على أنفسنا وعلى جميع من نحبهم.